افلام عديده موجوده حاليا بصالات السينما، اخترت لكم البعض منها، خلينا نشوفها هلا بالسينما. This is your final chance. Where is the drive? ضمن افلام الاسبوع ثريلر مومنتوم. احداث الفيلم بتصير بكيب تاون بجنوب افريقيا، وبيروي قصص جريمه، طمع ونجاح وسرقه مدروسه بتروح بمنحى مختلف فجاه نحو جريمه قتل. مع اولغا كوريلينكو. والفيلم الفرنسي الكوميدي ميكروب اي غازويل عن صديقين بيقوموا برحله سوا بكل فرنسا بوسيله نقل هن بنوها بانفسهم، مع الممثله المهضومه اودري توتو وانج ديرجان. Ghosts are real. I've seen them all my life. ولمحبي افلام الرعب كريمسون بيك. من بعد حادثه مؤسفه لعائلتها، حياه مؤلفه ضايعه بين حب لصديق الطفوله وعلاقه غامضه جديده. وبمحاولتها الهرب من اشباح الماضي، بتقصد منزل مليء بالذكريات المؤلمه. مع ميا وازيكوسكا وجيسيكا تشيستين. فإذا من بعد هالجولة السريعة على الأفلام، مثل ما بتلاحظوا دايما أنا شخص صرتوا بتعرفوا ما بحب أفلام الرعب، مشان هيك دايما بقول لمحبي أفلام الرعب، لأنه بعرف إنه في إلهم زباين كتير أو كليانتيل كبيرة لهالنوع من الأفلام. بقى رح تابع بس بالحديث تبع اليوم وقصة المي، لأنه بنعرف قديش أساسية، وعن جد في كتير ناس بينسوا يشربوا مي أو ما بحبوا يشربوا مي، أوقات بحطوا لها مزهر أو شيء هيك لحتى شوي يغيروا لها طعمتها. كمان تمارا عم بتقول انا بشرب حوالي 9 كبايات يوميا لانه عم بعمل رجيم والمي اهم شيء. مزبوط. روي عم بيقول لتر ونص للترين تقريبا. نانا عم بتقول 12 كباية. ماريا عم تقول لترين، 4 اناني صغار بتشربهم بالنهار. وامل بتقول انا مرات بنسى اشرب. كمان امل عم بتقول انا بشرب مي كثير، خصوصا اذا لاني عم هلا عندي طفل صغير رضيع عمره 6 اشهر، بقى بلحق لتر ونص بالنهار. وشكرا كثير على كل التحيات من كل المشاهدين. رح ننتقل هلا لحتى نكون بمحطه مفصله مع الشيف عبد الله. انا بعد ما دقت شيء بس ناطره، لانه عم شوف اشياء كثير طيبه عم تتحضر، بقى بعرف انه بعد النطره في شيء حرزين ورشه ملح. وصلنا لختام عالمنا الصباحي. انا بطلب ما بعرف اذا بتزبط، بس تكون غدا معنا يا اخي، ما تحطوا لنا فقره بالسينما، بتصير بنسمعها مرتين يعني لايف وتسجيل. سوري لحظه، رح نسحب بس شوي الهواء من الشيف عبد الله. ايه شفت كيف؟ ونرجع بتحاربني وقريت الكومنت وكذا، يلا مش الحال. وصلنا لختام عالمنا الصباحي، شو صرنا عاملين لهلا؟ اول شيء خليني اسحب من الفرن البقلاوة قبل ما نرجع نطبقها، وهي البقلاوة عندي صارت جاهزة، حاجي اخذ دغري من القطر، والقطر سخن والبقلاوة سخنة، ونسقيها بهالطريقة. هيك بنكون عملنا البقلاوة، وهلا حنطبقها أنا وياكم. حاجي اخذ شوي من الفستق، كمان الحلبي المطحون، وهيك طبقنا بيكون صار جاهز بعد ما عملنا الترويقة. ترويقتنا اليوم كانت منيحة، يا عم تشوفوها على الكاميرا. ترويقتنا كانت اليوم عنا كان الفلافل امبارح اللي كان معنا اللي حضرنا امبارح او اللي ما حضرنا وهلا صار معنا. امبارح عملنا فلافل العدس، حطينا عدس احمر مسلوق نص سلقه، حطينا رز مصري مسلوق نص سلقه مع برغل منقوع، وضربناهم كلهم او اذا بدكم نزلناهم على مكنه اللحمه او اذا عندكم الفرامه مع بصل وكزبره او بقدونس وثوم والبهارات اللي بدكم اياها. هيك بصير عندكم خليط الفلافل. قدمنا معه امبارح من الطراطور وقليناه قلي. أما انا اليوم ضل عندي شوي، شو عملت فيهم؟ حطيت بصينيه بدكم ازاز او تفلون، تدهنوها شوي من الطحينة مثل طريقة الصفوف، تدهنوا الوعاء بالطحينة. وشو بترجعوا بتعملوا؟ بتمدوا هيدا الخليط وبتخبزوه 20 دقيقة على درجة حرارة 180، وقطعناه وقدمنا معه الطراطور وتروقنا. أما بنجي لعجينة البقلاوة المتوفرة بالسوق، بتلاقوها بالسوبر ماركت بقلب
الفريزر عادة. عندي هذا الصحن أو الجات اللي بدي أسكب فيه، بقلبه هحط من الزبدة، فيكم تستعملوا سمنة بس أنا عم نضلنا على الزبدة. بهيدي الطريقة ناخد أول، نعمل تقريبا شي 6 شرحات فوق بعض، وإذا بدكم تسمكوا فيكم تسمكوا كمان. نرجع ناخد تاني شرحة كذلك الأمر، منحط بيناتهم للطبقات من البتر أو الزبدة السائلة كمان بهالطريقة. خليني طفي تحت القطر لأنه ما بدي إياه يغلي كتير، لأنه بدي أرجع استعمله. وهاي القطر صار جاهز. منكمل آخر طبقة، أو بعد في عنا طبقة، هاي الطبقة الرابعة. لكن الحشوات سوري انتم بتتحكموا فيهم، شو بدكم شو جاي عبالكم فيكم تعملون. انا اليوم حمصت قدامكم من اللوز والبندق، جمعتهم مع بعض. انتم فيكم تعملوا من الفستق الحلبي، فيكم تعملوا من الجوز، فيكم تعملوا اذا بدكم من السنوبر، اللي بدكم اياه فيكم تعملوا من المكسرات، حتى من الكاجو. مهم اهم شيء تحمصون شوي وبلا مواد دهنية، لانه نعرف المكسرات بقلبها مواد دهنية. هيك بنكون خلصنا من الزبدة. وبنيجي ناخد عندي هيدا اللوز والبندق المحمص والمفروم على المكنة، وخليته خشن. حاجي احط لهم بس ملعقة من سكر البودرة، فيكم تحطوا سكر خشن كمان ما في مشكلة. وبنيجي بنخلط هيدا المزيج. خليني البس كفوف بهالوقت لنطبق انا وياكم، نرجع هالبقلاوة لنكسب وقت شوي. عندي طنجرة مفضل تكون تفلون، حاجي احط فيها الوصفات عم يبرموا قدامنا على الشاشة، ححط فيها جبنة العكاوي المحلية. هلا ببلاد برا بأوروبا اللي ما عندهم جبنة عكاوي شو فين يعملوا؟ بيستعملوا جبنة الموتزاريلا، كمان بتنفع معنا. هيدي الجبنة اللي عندي، حضيف عليها شوي من المي واتركها تسخن. بكون أنا هلا بهالوقت شو عملت؟ خلصت هيدي البقلاوة وقطعتها وحطيناها بالفرن. بهالطريقة. اللي ضلوا عنا ما بنحطهم بالبراد لأنه بقلبهم سكر بودرة، حتى ما يرطبوا بقلب البراد فينا نغطيهم أو نحطهم بمرطبان ضغط أو بتبروال وبيضلوا برات البراد. نجي منلف هالبقلاوة بهالطريقة مع المراعاة انه ما تتخزق العجينة اللي عنا، ومع انه نشد. هلا اذا انا لفيت بالعرض، اذا بدكم فيكم تلفوها بالطول بتطلع اطول كمان ما في مشكلة. اول شقفة نشيلها، وقد ما بدكم بتسمكوا وقد ما بدكم بترفعوا بهالطريقة هيك. وبنرجع حنصفهم. منجرب نحط الصفة تعيد العجينة تلزق باللي حدها حتى ما تفتح على حرارة الفرن. يعني بهالطريقة شفتوا ما أحلون كيف طالعين. وهي اخر حبة كذلك الامر. شو بنعمل؟ ناخد من الزبدة اللي عنا وبنخبزها بالفرن، وبس تظهر نرجع منسقيها بالقطر مثل اللي عملنا من شوي لما خبزنا اول صينية بقلاوة عنا. هاي البقلاوة راحت على النار،
هنعير لها ونجي منشوف قدامكم على الكاميرا حتبين البقلاوة كيف صارت أو كيف طلعت عنا وزيناها بالفستق الحلبي. لنكسب شوية وقت حاجي نظف أنا عندي هالطاولة. هلا الشغل اللي عنا فينا نشتغله على الطاولة، وإذا عندكم صينية أو صدر إذا بدكم ألمنيوم أو ستانلس كمان فيكم تشتغلوا، أو حتى الرخامة لأنه بدنا نمد قطر لتمد معنا العجينة. نجي منشوف عنا على الكاميرا هون كيف الجبنة بلشت تدوب وعم بتساعد المي اللي ضفناها مع المي اللي فيها انها تنزل او تبق المي تعيطها وتصير عنا بهالطريقة. هلا شو حجيب انا؟ اذا مذكرين بوقفتنا التانية عملنا القشطة المنزلية، يعني الوصفة اكيد عم تبرم على الشاشة. حطينا شو حطينا بالقشطة؟ حطينا حليب، في يكون سائل وفي يكون حليب بودرة مدوب. حطيناهم على النار، دقينا معهم من المسكة، حطينا من القشطة المعلبة، فيكم ما تحطوا منها وفيكم تجيبوا منها القشطة المعلبة، صارت موجودة مش الفريش، المعلبة على نكهات عسل، فريز، اللي بدكم إياه لترغبوا الأولاد كمان بحلويات العربية. رجعت حطيت معها من التوست أو لب التوست اللي عندنا، الخبز الفرنسي كمان مفروم، وآخر شيء زدت عليهم نشا ومزهر وشوية موارد، حطيتهم بالبراد دغري لا يجمدوا عنا وتصير عنا القشطة جاهزة لنقدر نسكبها. هيدي فيما يخص بالقشطة. هون عندي مزهر وموارد، وعندي طحين الفرخة السميد الناعم اللي هلا أنا شو بدي أعمل؟ حأجي أضيفه على الجبنة السائلة اللي عندي. مثل ما شايفين بهالطريقة. إذا بتلاحظوا شفتوا إنه كيف شربت الجبنة اللي عندي أو مية الجبنة اللي عندي كل السائل. هلأ بيجي بضيف من الموارد ومن المزهر وحضيف عليهم القطر السخن وبرجع بحرك. أكيد هذا الطبق ما فينا نتركه على النار بلا ما نحرك، بدنا نرجع نضيف عليه، هنكبر اللوش شوي من القطر اللي عنا. ومفضل القطر يكون سخن لأنه المكونات اللي عم نشتغل فيها سخنة، إذا حطينا القطر بارد بنخاف إنه تجمد معنا وتبطل نقدر نمدها. حنروح بريك كون رتبت شوي الامور حواليي وترجع غيدا لعنا ومنطبق وصفتنا. بريك وبرجع بشوفكم. لا 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 لا، الشوفة مش مثل الريحة، ما بتصدقوا. يا ماما شو طيبة، لا لا كثير كثير. أنا هلا بدي ذوق، بس بدنا نبلش هلا مع الشيف عبد الله، نرجع بختام عالمنا الصباحي مثل ما هو بيقول، هيدي جبلته الشهيرة مزبوط. وأكيد آخر محطة من ورشة ملح. طيب غيدا، شيف عبد الله استلم الهوا لأنه أنا مش قادرة. الهوا شو بدك؟ مش خلص قادرة. لنرجع لهلا صار معنا، شو صرنا عاملين؟ حطينا من الجبنه او الجبنه المنقوعه العكاوي، ومثل ما قلت انا اللي ما عنده في يستعمل حلوم ومحليه كمان، واللي ما عندهم ببلدهم فيهم يستعملوا جبنه الموتزاريلا. حطيناها خليناها مع شويه مي تبق المي تعيطها على النار، غليناها لتسوح ورجعنا ضفنا عليها من السميد الناعم. وبعدين حطينا من المزهر ومن الموارد ورجعنا ضفنا عليها من القطر. هلا اللي حنعمله حناخذ هالقطرات لهالميلي عنا. بنيجي نحط شوي من القطر
وبناخذ هيدي العجينه. كثير 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 طيبه صحة. عن جد. بدنا ننتبه على ايدينا، بدنا نشتغل شوي هني وسخنين. ايه كثير سخنين. وبنجي بنطوي هالعجينه. هيدي مزهر، هيدي موارد. اديني شوية موارد. فيني اشرب المزهر؟ شوي؟ ايه هيك بس زدتي لنقدر نبردها شوي، لكن شفت كرمالك. حتى تكون شاركتي معنا بس. طب الأكل مش مشاركة؟ أكيد ولو؟ لكن شفتوا العجينة اللي عنا كيف صارت؟ نرجع كمان من القطر. حط لك مزهر؟ لا هلا لحظة بس لا أعمل بعدين. أنا غرامي المزهر لأنه شو عم تضحكي؟ هات لنشوف. أنا كثير عم بستز معي. اوكي خلص رح وقف. يا ناخذ شوي من المزهر. اللي حنعمله حنقسم العجينه قسمين، قسم لغيده وقسم للشعر. قسم نتركه ببرد يبرد شوي، فينا ننتف وتنتيف ونقدمه مع القشطه. ايه وقسم الثاني بدنا نعمل لفهم لفائف. بدنا نجرب نلفهم لفائف. اوه ناخذ من القطر كمان. بهالطريقة بدك تزيحي؟ لا ايه ما هو هي بلشت بعد كرمال ما انت الليكي. بس ما فيك تقلي زيحي كثير لانه بركي ارجع اقضي على على البقلاوه اللي هون يمكن اذا زحت كثير عن مرمى نظرك. حنجي ناخذ من القشطه اللي عنا بنوزعها بهالطريقة. طريقة متساوية وعادلة 100%. إذا فيكي تعطينا شي صحن. قول سامر عم يلطي صحن. صحن عادي؟ صحن عادي. يلا صحن عادي. مش للسكب يعني، بدك واحد بنسكب فيه للتقديم يعني. بدك واحد لحتى ناكل. نجي اوكي. بهالطريقة يلا مش قادرة. بهالطريقة هلا غيدة شو حتعمل؟ سامر ايدك عن ال غيدة حتاكل. اوكي هذا الصحن بدنا بعذبك نحطه هون. اكيد ما في عذاب ابدا. شوية فستق على كل وحدة وشوي من زهر الليمون. اوكي كون انا بهالوقت عملت بس على النص رح حط مثل ما بدك. نرجع بنشوف كيف. بهالطريقة على هالحالة صار بدنا صحن تاني يا غيدة. ايه هو رح جيب لك ولو طلب 100 طلب مثل هالطلب يا شيف عبد الله. ولو هي صحنين كمان وهي ها تاني. انت بس تلوب عنا. خلينا نجيب السكينة نرجع. نحط وحدة بوحدة بس. لكن نحن عم نصنع وغيدة عم تزين. غيدة عم تزين. يا وهي كمان حط ورقة ورقة. ايدي نضاف انا. صحن تاني. نعمل بعد لفة بنرجع بنورجيكم كيف فينا نقدم صحن بقلبه يكون مفتفت الحلاوة اللي عنا. نعرف الحلاوة طبق طرابلسي حلاوة الجبن بامتياز، بس كمان فينا نعمله مثل ما شفتوا بالبيت بمواد
متواجدة بكل البيوت وسهلة. وهي تاني رول كمان عنا صار جاهز. اكيد نخلي قطر للي بده يزيد قطر. صح. بس طالما غيدا سويته انا ما بحس بدهم قطر. يا بقى. الله. يا. خجلني خجلني. لا لا لا. وهي الصحن الثاني. كمان. بدها زينه ولا بالحبه معلمي؟ نعزبك على الصندوق استاذ؟ يا. حنجيب صحن ثاني. وليه منعزبك على الصندوق بيقولوا دائما؟ لانه عذاب. في عنف. انه منعزبك على الصندوق. بيكون في حدا مثلا عم يضربوا على الصندوق. هاي. الطريقة الثانية اللي عنا شو حنعمل؟ حنجي ناخذ من القشطة اللي عنا كمان نوزعها بهالطريقة. هلا هغير الكفوف. ما تنسى انا كمان من صيدا، وصيدا نحن مشهورين بالحلو كمان. اكيد اكيد. هلا ما حنقرب على، والله ما حننسى حدا. هلا ما حننسى على حلويات، اكيد حلويات طرابلس بالتحديد، خاصه مزبوط. نحن لانه بالقشطة على الطبق. ايه. انه من وين؟ لا بالقشطة. لا بالعكس، وبالقشطة كمان. لا القشطة معروفين هن. ما نحن ما من ابدا، نحن ما بناكل حق حدا، لكن بناكل اكلاتهم بس حقهم لا. العجينه اللي ضلت عندي مثل ما شايفين بنتفها تنتيف. ما بيقدر الا ما يستعمل تعبير، تعبير في عن ضرب وخبط و... بدنا نعمل لك خلص فقره لا عنفيه. مع الشيف عبد الله بهالطريقه. كمان شو حنعمل هلا؟ حنرجع نزينها، بس قبل ما نزينها حنعطيها بعد شوي تكون جوسي اكثر. ايه انا بحبهم اثنيناتهم هدول، يعني كيف ما كانت شكلها. شوي من القطر. ما عندي مشكل. بهالطريقة، وحتى الرتش اللي ضلوا عندنا هون كمان بنحطهم. فينا نزيح هذا الصحن. ايه شوي. ايه اكيد بنزيحه. ها. ثانك يو لك. يا. يا اهلا وسهلا. قد ايه بعد معنا وقت؟ انا ما عم بسمع، سمعت. قد ايه بدنا وقت بعد؟ قد ايه عندنا وقت قصدي؟ 8 دقائق. يا. 8 دقائق شيف. بنرجع. للي هلا دور التي في او قشة الكهرباء بالاحرى عنده. هي هيدي اكثر محتمل. شو عم نعمل؟ عملنا حلاوه الجبن، يعني حطينا على النار الجبنه العكاوي، حطينا معها شوي من المي، بس مدت او بس بقت المي تعيطها رجعنا ضفنا عليها من المزهر، وضفنا عليها هيدا خلينا نطفيه. بدك حط، انا لاني ما باكل كثير الورد هيدي زيحه بالعاده، بدك حط اكثر؟ مثل ما بدك انت حطي. لا قول، انا بالعكس انا لاني بدك حطي 1 2 3 4 وفستق حطهم هيك. يا رجعنا حطينا، لكن حارجع عيد نسميد على الجبنه مع المي بعد ما غليناها، ورجعنا حطينا من القطر، بلشنا نضيف القطر ومزاهر وموارد. صار عندنا عجينه مديناها قدامكم، وهلا عم برجع بهالطريقه مدها. هيدي العجينه اللي عنا عملنا لها قشطه منزليه، القشطه حطينا من الحليب السائل، وحطينا من الحليب اذا بدكم فيكم تستعملوا كمان البودر يعني وتذوبوه بمي، ورجعنا ضفنا عليها من المسكه المدقوقه، وضفنا عليها مزاهر موارد وشوي من لب التوست، واخر شيء بعد ما غليوا حطينا عليها من النشا لتجمد معنا وتصير معنا بهالطريقه. لكن هيدي عجينتنا صارت جاهزه مثل ما شايفين، وهي الحلاوه اللي عنا القشطه عم نحشيها. نجي نرجع نستعمل هالسباتيول شوي لنقلب العجينه، وبنضغط بهالطريقه. وللي سال عن البقلاوه كمان، البقلاوه اللي عنا البقلاوه جبنا العجينه خالصه موجوده بالسوبر ماركت. العجينه اللي عنا مديناها مع زبده وعملناها طبقات، 5 طبقات تقريبا او 5 شرحات،
ورجعنا شو حطينا عليها؟ عملنا خليط محمص من اللوز من البندق ومديناهم عليها مع السكر البودره وخبزناها بالفرن. وبس ظهرت قدامكم شفتوا كيف حطينا عليها من القطر ورجعنا زيناها بشوي من الفستق. صحيح. تعبتي؟ زيناها؟ ايه شفتوا كيف؟ لا زيناها كل هالشغل مرة اثنين ثلاثة وأربعة لا زيناها وهالشوب وآخر شيء زيناها يا زيناها؟ نرجع زينتها غيدة زينتها غيدة حطت الفاينل تاتش لا بمزح عطيتني حقي وزيادة أصلا لا لا, لا. أنا قبلاني بس تعطيني شوية حليب جبن ما عندي حتى لو ما حتى لو ما جبت سيرتي ما بسوى شيء لا 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 لا, لا بالعكس نحن شو يا بنرجع كمان ما لو معقول يا شيف عبد الله شفتوا كيف بثلث ساعة أو إذا بدكم بنص ساعة إذا أنتم مجهزين كل شيء بتقدروا تعملوا حلاوة الجبن بالبيت وأنتم بتتحكموا ساعتها بالحلاوة تاعيتها أو بالسويتنس تاعيتها قد إيه حلوة وقد إيه بدكم إياها مش حلوة إذا لمرضى السكري. صحيح. شفت كيف أنا استغليت لا خلص هيديك ما حيطلع له الفستق ما يطلع له ما نحن كنا على أساس عم نعمل صحن. إيه مزبوط. بس اسم الله شفت؟ نحن عيلة والجمعة بالطعمة هيك جمعة حلوة جمعة ما في أحلى منها يا بهيدي الطريقة هنعمل آخر لفة يلا وين رايح؟ آخر لفة تعمل وين رايح تعمل آخر لفة؟ وين رايح تعمل آخر لفة؟ يا شوي كمان من القشطة القشطة اللي عملناها نحن واكيد اللي ما تابعنا او اللي ما قدر يكتب الوصفات اللي مرقوا قدامنا في يحضر عالم صباح على يوتيوب في يشوف الوصفات وكمان في يشوفها على الفيسبوك عندي على البيج شاف عبد الله خضر يسالني كمان انا ريدي لساعد الجميع ما في شك نحن ما عندنا ادنى شك ها وهيدي اخر رول عنا كمان نزيد على هذا الصحن وهلا حنرجع نزيد قطر على جنب للي بده يستعمل قطر او اللي بده يزيد من القطر هول هيدي بما انها مش مزينه رح نحطها على جنب لانه انا رح اقضي عليها حتى لو مش مزينه طب انه حتى العجينه اللي ضلت عنا شوي كمان ايه منتفه منتفه كيف بتسقب بس بدي استعمل هالكلمات او المفردات بتكون الي بالمرصاد او بتكون معي دائما بالحلقه يعني بتسقب شايف هلا مزبوط بس انه كمان بدك تنكر انه انت بتستعمله طيب شو بدي اقول بس مخفف لا بس مخفف. ما في شك انك شفت كيف تاثيري عم بيكون ايجابي حتعملي لي هلا تعنيف عم عندي في العالم ايدك عنهم هو صراحة سرايح جاي 10 مرات الصبي يعني حرام اذا بتشوف انت اللي كيف من عينه يعني بس كيف عم هيك التركيز بتصوير الحلقه اليوم هيك وكل استوديو هيك كله عم يتأمل بيتفرج وعم يراقب وهي كمان من القطر كمان ها للي بده يزيد وهيك بكون نهينا عالمنا الصباح اليوم ايه بطريقه رائعه بطريقه كثير رائعه ثانك يو لانك ساعدتيني وحطيتي الفاينل تاتش صحون بشعره بس مهم عجبك؟ ما فيني اقول لا عن جد لا مش فيك تقول لا ما فيني اقول ما فيك تقول انا كثير شخص منفتح و لكن دائما يستعد للتحسين للتطوير عملنا البقلاوه عملنا الترويقه او اعاده تدوير الوصف امبارح للترويقه ثانك يو لكم كان ويك اند كثير حافل وان شاء الله بشوفكم انا الويك اند الجاي اكيد اكيد شكرا كثير شيف عبد الله واكيد يعطيك الف عافيه على هالاكلات الطيبه بلشنا ندوق وبعد شوي رح نكفي عليهم لحتى نقضي عليهم كليا واكيد اليوم كنا بنهار حافل بين بيروت والقلمون مع هبه مع هالميني ماراثون اللي كان عم بيصير مع جمعيه يس وي كان ران واكيد عالم صباح كان حافل اليوم بالضيوف وبالنشاطات العديده وبالطبخات كثير طيبه بعد هدول شفتوهم شفتوهم هلا خلص مش بقى ما بقى حتشوفون لانه هيك بلحظه حيروحوا بنودعكم بقيت نهار حلو وين ما كنتم مقررين تقضوه نحن بنشوفكم بكره باي باي You can tell by the way she
my goal.